عانينا من ستريس، عانينا من 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 الاغلاق ديال 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 لي سال، وكانت صراحه صعيبه انك تخرج من واحد الحياه اللي انت مولفها ديال لونترينمون وديال لي كومبيتيسيون وتجلس في الدار ما عارفش حتى المسير ديالك، ما عارفش حتى واش مثلا هذاك الحلم اللي انت كنتي تخدم عليه ديك 4 سنين كامله واش غادي يوصل الوقت ديالو ولا لا، ما فهمتي، كان نوع من عدم معرفه شنو جاي. بالنسبه لي انا كنت كندير لا بريباراسيون ديالي في الدار، وبالنسبه للجودو ما عنديش مع منين تريني، كنت كندير غير ليماجري مونطال، فهمتي، كنت كنهضر مع لو كوتش ديالي وكنشوفو، كنا كنهضروا بزاف على لي بوين فور ديالي ولي بوين فيبل، فكنت كنقلب بزاف هاد القضيه ديال ليماجري مونطال وكنت كنحاول نطبقها، فانا كنشوف راسي كنحاول نصلح هادوك لي ديفو وكنخدم عليهم غير بالمونطال ديالي. وبالنسبه للبريباراسيون فيزيك فلي كوتش ديالي كان ديما كيصيفطوا ليا البروغرام باش يبقى داك لو مانتيان فيزيك. المرأة المغربية والإفريقية اون جينيرال، يعني كما كنعرفوا يعني وصلوا بزاف ديال العديد من العربيات والإفريقيات، يعني لواحد المستوى عالمي، كاين اللي مثلا قدرت أنها تطلع بوديوم في عالميا، سمية مثلا في الجائزة الكبرى مونديال، يعني قدرت أنها دير ميداي، يعني هكا تنأكدوا بأن المرأة راها قادرة دير وأنها تجاوزات حتى دوك تجاوزات لا العراقيل، ويعني حتى نقولوا حتى ليسبخي ديالها صافي تجاوز داك الشيء ولات تطمح أنها شنو دير مستقبلا، ما يعني ما بقاش داك البلوكاج ديال هذه المرأة وهذه راه كيطري، علاش؟ حيت هي كما تيقول لك رياضة عنيفة والعنف معروف غير بالرجال، لا قدرنا أننا راه كاين مرأة كاين راجل. الاحلام ديالي محديانه تنكبر وهي تتكبر معايا، فكان الحلم ديالي انني تاهل والحمد لله وصلت ليه، ولكن الحلم ديالي دابا ولكن ماشي حلم هو ولا هدف بالنسبه ليا، انني نكون بطله اولمبيه وبطله العالم ان شاء الله، وانني انسبيري لي جينيراسيون اللي جايين، نكون واحد الموديل واحد ليكزومبل ديالهم اللي يشوفوه ونكون قدوه ليهم.